بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة موضوع شائك وموضوع يحتاج إلى وقت فعلا، وكنت أتمنى من الله عز وجل أن مثل هذا الموضوع بعنوان ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف، هذه ندوة كبرى لا تكون في فترة امتحانات ونحن يعني مشغولون هذه الأيام، ولكن على كل نسأل الله أن يكون فيها الفائدة في من حضر، إن شاء الله فيكم الخير والبركة. موضوع الاختلاف يعني في قناعتي أنه الاختلاف أصل في الخلق، ولذلك رب العالمين ليس هذا عبثا أن يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو كان ربي حب يجعلها هذه الأمة بنفس الأفهام بنفس التقدير بنفس الاستيعاب لكتابه لفعل ولما عجز سبحانه جل ثناؤه، ولكن يكمل هذه الآية بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكأنه مقصد من مقاصد الخلق أن يختلف الناس، لكنه اختلاف رحمة اختلاف سعة، كما يقول الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه رجل ألف كتاب يجمع فيه اختلافات الناس واختلاف العلماء، قال لو سميته كتاب السعة لكان أولى. فهذه سعة في هذه الأمة ورحمة، وليس معنى الاختلاف أن الناس يمضون بوجه واحد ولون واحد وقول واحد، هذا لم يدرج عليه حتى الذين تخرجوا على مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خريجي مدرسة النبوة ما كانوا فوتوكوبي كونفورم إذا صحت العبارة، ما كانوش نسخة تبقى الأصل، كان لكل رأيه واجتهاده، وكانوا قامات سامقة في العلم لكنهم لم يكونوا يعني شخصيات متكررة إذا صحت العبارة. كان لعلي سمته رضوان الله عليه، وكان لعمر سمته، ولابن عباس سمته، وابن مسعود، وكل لا وجهة نظره. ولهذا هكذا طبيعة الخلق، لكن كل ذلك أدى في النهاية، بل هذا المطلوب أن يؤدي إلى نوع من التكامل في إطار يعني هذا الاختلاف، فهي اختلاف وتنوع في إطار وحدة كاملة. ومن ثم نقول يعني الذي يكون الإطار الذي ممكن أن تتقارب فيه وجهات النظر هو الحوار، ولا شيء غير الحوار، وليس حوار الطرشان، وإنما حوار الذي يستوعب ما يقوله الآخر. ولهذا لفظ الجدل ولفظ الحوار ورد في القرآن كليهما، لكن لفظ الحوار ما ورد فيه ضابط لأنه هذا هو المطلوب، لكن لفظ الجدل لم يذكر إلا في سياق الذم إلا إذا ضبط بقوله تعالى بالتي هي أحسن. فإذا ضبط بهذا الشرط أن يكون بالتي هي أحسن لا بالتي أخشن، وقتها جائز الجدل، وهو شكل من أشكال الحوار الراقي، حتى لا ندخل في إطالة. الحوار أصل في هذا الدين. الله سبحانه وتعالى حاور إبليس شر من وجد في هذا الكون، وحاوره رب العزة وهو ملعون خارج من دائرة الرحمة، لكن الله حاوره، والله عز وجل قبل ذلك حاور ملائكته، وأنبياءه الكرام حاوروا أقوامهم. وقد ذكر فضيلة الأستاذ من قبل دكتور الزعايري أن النبي صلى الله عليه وسلم حاور عتبة بن ربيعة، وحاور عدد من كفار قريش، ولكنه كان يحاورهم بألطف عبارة، لدرجة أنه بعد أن جاء هائج عتبة بن ربيعة وتكلم وقال لا أسوءن محمد اليوم بعد أن استمع إليه، هل فرغت يا عم أو أفرغت يا عم؟ شوف العبارة اللطيفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر يقول سيدنا عمر بالنص أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه مثل بوه العم. ولهذا هذه عبارة عظيمة، يقول له أفرغت يا عم وهو مشرك، ولا يجد إلا أن يسمع، يقول لا أتسمع مني، فإن رأيت ما تقبل قبلت، أو رأيت ما تكره تركت، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. واستمعوا له عتبة حتى عاد إلى نادي قريش وقد تغير وجهه، وكلهم قالوا لقد عاد لكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. وهكذا فتحت المدينة كما تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها، فتحت بالقرآن، لم تفتح لا بالسيف ولا بأي شيء،
بالقرآن، ذلك أن مصعب بن عمير كان جل ما يملكه هذه بضاعته التي يحملها معه هي بضاعة القرآن، يحاورهم بالقرآن. يأتيه معناها أسيد بن حضير نفس الشيء هائج، فنفس العبارة: أتسمع مني؟ فإن رأيت ما تقبل قبلت، وإن رأيت ما تكره تركت. يركز حربته ويقول: هات ما عندك، فقد أنصفت. فإذا به سبحانه ما يتغير لونه ويقبل على الإسلام، ويقول لمصعب: ما الذي يفعل من يريد الدخول في دينكم؟ والسرعان ما أسلم. ثم لم يكتفي بذلك، أتى قال: سأرسل لك رجلا لو أسلم على يديك لكان فتحا. يرسل سعد بن معاذ، حتى أنه سعد هذا ليس رجل يعني من السهولة أن يأتي. يقول له: أما سمعت أن ابن خالتك أسعد بن زرارة قد أحاط به قوم من الخزرج؟ مش هيجري يلقى المكان لا فيه خزرج ولا عركة ولا شيء. فقال: فعرفت أن ما بعثني لأسمع من مصعب. ونفس الطريقة مصعب: أتسمع مني؟ يركز حربته يسمع، فإذا به يؤمن. هكذا إذن كان الحوار ديدا هؤلاء الناس. ولهذا الحوار أنا أقول أصل، وإذا كان الحوار أصل حتى مع الآخر غير المسلم. ولهذا رب العالمين في آية واضحة صريحة يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. العلماء قالوا هذه الآية مشكلة من مشكل القرآن، تحتاج إلى بيان، مبهمة، فيها إبهام. لماذا؟ لأنه مش معقول الإنسان المسلم يقول أنه ممكن يكون على هدى أو على ضلال. وإنا أو إياكم، يا إحنا يا أنتم، على هدى أو على ضلال. إلا إذا كان هناك شيء مراد من هذه الآية، وهو أنه لا يمكن أبدا أن نخوض حوارا حتى مع الآخر غير المسلم إلا على أرضية واضحة، يكون هذا الآخر على كفره طرفا، يعني يكون طرف في حوار متكافئ. أما أن تبدأه من الأول تقول له: منهجك كله غلط، وما تقوله كله باطل وكفر ولا قيمة له، وتعال نتحاور لأقنعك بما أقول، لن يحاورك. ولهذا رب العالمين فتح لنا بهذا المعنى أساس للحوار كيف يجري حتى مع الآخر غير المسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. العلماء يقول لك: إذا كان هذا في الحوار مع الآخر غير المسلم، أفلا يكون هذا يعني نبراس لنا، ويعني مقصد لنا في كيفية إدارة الحوار عند اختلاف الرأي بيننا؟ فالمطلوب اليوم الانتقال مش للتأسيس للحوار مع الآخر، أو ما يسميه البعض الحوار الإسلامي المسيحي، أو حوار مع الأديان، مع أنه للأسف ما يتجري اليوم من حوارات مع الأديان لا ينبري لها الصادقون من هذه الأمة، ولا الذين امتلكوا ناصية العلم حتى يقدموا هذا الدين بطريقة مشرقة مقنعة. لأن هذا الدين عبارة عن جوهر للأسف، لكنها في يد فحام. محتاجون اليوم لمن ينبري لعملية الحوار هذه. فإذا كان اليوم الناس يتحدثون عن حوار إسلامي مسيحي، حوار مع الأديان، فأولى اليوم نقول: فالمرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا وأمتنا أن ننقل الحوار إلى داخلنا، الحوار الإسلامي الإسلامي. ولا بد اليوم أن نضع الضوابط لهذا الحوار الإسلامي الإسلامي كيف يكون. هناك الحقيقة نماذج مشرقة في تاريخنا للاختلافات، ونقول الاختلاف بين ساداتنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما كان خلافا في العقائد أبدا، وإنما جل الخلاف كان خلاف سياسي. ولهذا لماذا؟ لأن السياسة كما يقول الإمام الجويني إمام الحرمين، يقول: السياسة عارية عن القطعيات، ما فيهاش أمور قطعية، عارية عن القطعيات، إنما السياسة قائمة على الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولهذا كل واحد يرى من زاويته أن هذه الوجهة فيها مصلحة، أو ذاك يرى أن فيها مفسدة، فالسياسة عارية عن القطعيات. فجل الاختلافات التي جرت بامتياز كانت خلاف سياسي، وإذا كانت في الإطار الفروعي فالناس كان اختلافهم سعة كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، وليس اختلافا للفرقة والتنازع. ولهذا الإمام وهو صحابي جليل، طبعا أنا ذكرت الإمام وهو إمام، سيدنا عبد الله بن مسعود
لما اختلف مع سيدنا عثمان في مسألة القصر في صلاة السفر أو الإتمام، وكان يرى ابن مسعود ضرورة القصر، ولهذا حمل ذلك هذا الفقه حمله الأحناف، والأحناف يرون أن القصر واجب في مذهبهم. المالكية يقول السنة مؤكدة، والشافعية والحنابلة يقول لك رخصة. سيدنا عثمان رأى أن يتم الصلاة، حاوره في ذلك، لكنه لما اصطفت الصفوف لأداء الصلاة صلى خلف عثمان وأتم. لما سأله تلاميذه أن هذا ليس منهجك يا صاحب رسول الله، قال النزاع شر، نحن نختلف ونتحاور لكن لا نتنازع، لأن النزاع فعلا شر. وربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النماذج مشرقة في هذا الباب وكثيرة، وقد لا يسع الوقت لذكرها، لكن يكفي أن نذكر أن الإمام الشافعي كان كثيرا ما يختلف مع أبي يونس، ولكن مع كثرة الاختلافات بينهما يأتي إلى أبي يونس فيقول له يا أبا يونس، أبا يونس ليس أبا يوسف، أبا يونس أعرف ذلك، نعم، يقول له يا أبا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نختلف على مسألة؟ يا أخي يستقيم أن نكون خيان ونختلف على مئات المسائل، طالما أن دائرة هذه المسائل المختلف فيها تظل في دائرة الفروع، وتظل في دائرة النظر السياسي الذي ذكرنا أن الإمام الجويني يقول فيه السياسة عارية عن القطعيات، وإنما قائمة على الموازنة بين المصالح والمفاسد. والأمثلة كثيرة. الإمام أحمد سأله واحد عن الرعاف، قال يا إمام الرعاف يبطل الصلاة؟ مذهبه هو قال نعم يبطل. سأله بعد ذلك قال فإن صليت خلف رجل رعف في صلاته، المفروض إذا يبطل بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، لكن الإمام أحمد هنا لم يجب بذات الجواب، قال فإن صليت خلف إمام رعف في صلاته أتبطل صلاتي؟ قال لا، كيف لا أصلي خلف مالك بن أنس وسعيد بن المسيب؟ يريد أن يقول له أن هذا منهج الإمام مالك، وهو لا يرى في منهجه باطل، وإنما ذاك رأيه وتلك وذاك هو مذهبه، وليس فيه مصادرة لمذاهب الآخرين ولآرائهم. إذن اليوم للأسف في المرحلة التي تمر بها أمتنا نرى كثيرا من الشباب، أنا أقول قد وحتى من الشيوخ للأسف، قد يعني يتعصبون لفكرة أو لرأي ويدافعون عن هذا الرأي ربما أحيانا بحمق شديد بنوع من الحماقة، مع أنه عند النظر والتمحيص والتبصر قد يجد هذه المسألة مسألة مرجوحة وليست راجحة، ولكن يعني الإشكال هو عملية النظر للنصوص. النظر للأسف للنصوص عند البعض أصبحت نظرة تجزئية، نظرة فيها اقتطاع للنصوص من سياقها، ويأتي حمل لك نص ولكن هذا النص ربما مقتطع من سياقه. ولهذا محتاجين اليوم إلى هذه الرؤية التكاملية التي ننظر فيها إلى النصوص بهذا التكامل، ما كان محكما وما كان متشابها يحمل على المحكمات المتشابهات، ولا نقتطع نصا ثم نضعه أصل ونحاور به. للأسف أقول كثير من المتحاورين أيضا، وهذه قضية خطيرة، لا يبتغون الإصلاح كما قال شيخنا من قبل، لا يبتغون الإصلاح، والإصلاح موضوع كما قال رب العزة بين أمرين أساسيين، الإرادة والاستطاعة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، افتقدت الإرادة فلا يكون إصلاحا، ولكن على الأقل إذا ثم إرادة للإصلاح وعجز الإنسان عن الإصلاح في مرحلة من المراحل، نسأل الله أن يسدد الخطى لتوجد مراحل أخرى ليمكن أن يصلح، طالما أن الإرادة قائمة والرغبة موجودة، فإن تخلفت الاستطاعة تظل الحلم قائم أنه ممكن أن يحدث إصلاح، لكن إذا ضاعت الإرادة وافتقدت الإرادة لا يكون هناك أي إصلاح. اليوم أيها الأحبة، حتى أنهي كلامي وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت، ما زل، نعم، إذن اليوم الذي ندعو له أن الناس تنفتح صدورها نحو حوار بناء، وليس حوار يعني يكون عبارة عن حوار للطرشان، لا يقدم لهذه الأمة
يعني مثلا، واليوم أنا أقول هناك كثير من الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية. دورنا اليوم على الأقل كمؤسسة نحسب أنها مؤسسة رائدة هي جامعة الزيتونة، هو مؤسسة قابلة لأن تقود هذا الركب، وقابلة لأن تكون فعلا هي القاطرة لموضوع الحوار بين هذه الأطراف الموجودة. أنا قلت لابد من نقل الحوار من حوار مع الأديان ومع غيره، مع أنه هذا جائز وسائغ إلى حوار إسلامي إسلامي. اليوم مشكلتنا مشكلة داخلية أكثر من كونها خارجية، وإن كان ثم مشاكل خارجية كثيرة، لكن ما دام الداخل ما زال فيه غبش، ما زال ما فيش وضوح، فمن الصعب أن نقدم شيء للآخر والخارج. اليوم كيف يمكن لجامعة الزيتونة وللصادقين وللعلماء ولشباب هذه الأمة أن يذيبوا كثيرا من الثلوج الموجودة بين هذه الجماعات؟ لأنه عند النظر كما قلت ليست هناك قضايا عقائدية نحن مختلفون فيها، جل الخلافات خلافات فروعية يمكن أن يعني نتوصل فيها إلى رأي واضح، لا سيما إذا أخذنا بقاعدة عند ساداتنا من أهل الأصول يقولوا لا إنكار في مسائل الخلاف. فالأصل المسائل اللي اختلف فيها ساداتنا العلماء ما ينبغي أن تنكر علي وأنكر عليك فيها، وإنما يسعنا بعد ذلك أن نختلف ونكون كما قال الإمام الشافعي إخوانا، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ اليوم جامعة الزيتونة يمكن أن تقوم بهذا الدور الريادي في تذويب هذه الثلوج بين الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية. وما ينبغي، أقول هذا ليس من موقع الناصح وإنما أبدأ بنفسي، ما ينبغي لعلمائها وأساتذتها أن يكون حالهم يعني أنهم واقعون هم أنفسهم في مثل هذا التعصب، في مثل هذا الشد والجذب، لأن الظل لا يستقيم إذا كان العود أعوج، ولأنه الفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالآن هذه الجامعة حقيقة فيها كوكبة رائعة من فضلاء العلماء والأساتذة، يمكن أن تقوم بهذا الدور الريادي في تقريب وجهة النظر، في إذابة هذه الثلوج، في التأسيس لضوابط الاختلاف، وكيف نرشد هذا الاختلاف لنصل إلى ما ذكر في عنوانا لهذه الندوة، وهو الائتلاف أو واجب الائتلاف. لا يكون ذلك في اعتقادي إلا بأن نضع لنا نبراسا هذه القولة الرائعة للإمام العلامة محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، حينما كان يكرر دائما هذه العبارة، وإن كانت تكررت كثيرا على لسان الشهيد حسن البنا حتى ظن البعض أنها من أقوال البنا، وهي من أقوال محمد رشيد رضا، يعني نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتالله لا نختلف حول الإيمان بالله ولا حول الإيمان بالملائكة ولا الإيمان بالكتب ولا الإيمان بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره. ننظر في جوهر هذه الاختلافات التي تجري فيما بين يعني أبناء الساحة الإسلامية، نجدها في الغالب قضايا خلافية، ولكن أحيانا بعض أنواع من الحمق يؤدي إلى أن لا يتردد الإنسان في أن يكون حاملا لجملة من البطاقات، إذا خالفت شوية يخرج لك بطاقة معينة متاع مبتدع، خرجت له خالفته أكثر شوية يخرج لك بطاقة صفراء اللي فاسق، وإذا كان زدت خالفته أكثر البطاقة الحمراء جاهزة لإقصائك نهائيا من الدين وكافر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما ينبغي لطالب العلم، ما ينبغي لطالب العلم أن يعني يخرج عن مقامه وقدره أنه طالب للعلم، يحتاج أن يتمعن ويتروى ويتحرى، ولعله يصل في النهاية إلى أن هذا الذي يكفره حامل لهم الإسلام أكثر منه. أنا إن شاء الله أكون قد انضبطت بالوقت، ربي يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.